الإكسار واحد البذرة. يجري الإكسار بذريا لاستنباط سلالات جديدة أو إنتاج أصول بذرية للتطعيم عليها، ويلزم لإنتاجها إجراء كمر بارد استراتيفيكيشن بوضع البذور في وسط مرطب بيتموس أو نشارة خشب ورمل على درجة 5 درجة مئوية لمدة 2 إلى 3 شهور لكسر الزكون، فتنتج أصول قوية منشطة ولكنها غير متجانسة النمو. بعد إجراء الكمر البارد للبذور على درجة 5 درجة مئوية لمدة 2 إلى 3 شهور، تزع في صناديق PVC 25×70×40 سنتيمتر بعد تطهير أواني الزراعة، ويكون مخلوط التربة مكون من طمي ورمي وبيتموس بنسبة 1:1:1 أو الرمل والبيتموس بنسبة 2:1، وتتم الزراعة في سطور متباعدة عن بعضها 10 سنتي بعمق 0.5 سنتيمتر. كما يمكن الزراعة في صواني زراعة الخضر، ويوضع في كل تجويف 1 إلى 2 بذرة، وأفضل ميعاد للزراعة هو أوائل فبراير. زراعة البادرات تتم في أكياس البوليإيثيلين الأسود بقطر 12 سنتيمتر بمخلوط زراعة، ثم توضع في صوب الزراعة أو تزرع في أحواض على مسافات 10 سنتي من بعضها. التفريد على خطوط المشتل: تزرع البادرات في خطوط بينها 1 متر وبين البادرات 10 سنتي. الإكسار الخضري: 1 الترقيد، تجهز الأرض ثم تزرع الأصول بزاوية 45 على سطح الأرض بمسافات 60 سنتيمتر بين الأصول، وبعد أن تخرج الأصول جذورها وتنمو أفرعها يوجه ساقها أفقيا باستخدام قطعة منحنية من السلك، وبعدما يصل طول النموات لحوالي 20 سنتيمتر تردم قواعدها بالبيتموس أو نشارة الخشب بارتفاع من 10 إلى 15 سنتيمتر، ثم توالى بالري. في نهاية موسم السكون التالي تزال نشارة الخشب أو البيتموس، ويكرت النمو على مسافة 2 سنتيمتر من الشق الرئيسي الأفقي، وتفصل التراكيد الناتجة من المهد وتفرز حسب القطر والنمو ووجود الجذور، وتنقل لزراعتها بالمشتل. بالنسبة للنباتات الأمهات، في المهاد يجرى ما سبق مع النموات الجديدة التي يصل ارتفاع نموها 20 سنتيمتر. 2. العقل: يمكن استخدام عقل خشبية عمر سنة تقسم لأطوال من 10 إلى 25 سنتيمتر، تعامل قواعدها بإندول حمض الخليك بتركيز 4000 جزء في المليون لمدة 5 ثواني، ثم تزرع العقل في أكياس أو على خطوط المشتل، ويتم ذلك في فبراير. العقل الغضة فتجهز بطول 10 سنتيمتر وتغمس قواعدها في IAA وتوضع في حيز رطب باستخدام رذاذ داخل صوب مجهزة. التطعيم يجرى بالعين أو القلم على الأصول المناسبة لتربة المنطقة أو لغابات المزارع من حيث التنشيط أو مقاومة الظروف، ويجب أن تؤخذ الطعوم من أشجار أمهات تتميز بجودة النمو والمطابقة للصنف المطلوب والخلو من الأفات والأمراض وجيدة الإثمار. تؤخذ هذه الطعوم من أفرع عمر سنة مع استبعاد الأطراف والقواعد، وتقسم لأطوال 25 سنتيمتر وتلف في خيش مبلل بعد إزالة الأنصال وترك الأعناق كلما أمكن، ويكتب عليها اسم الصنف ومصدر الطعم والبيانات الأخرى اللازمة على العبوة وتاريخ القطع، ثم يجرى التطعيم بعدة طرق منها العين أثناء سريان العصارة في الربيع من أقلام مخزنة من نموات سابقة، والأفضل في مصر هو التطعيم خلال الربيع، ويجرى بعمل شكل تي في الأصل وعمل درع من الطعم ويركب في الأصل ويربط بالبوليإيثيلين. بعد نجاح التطعيم يكرت الساق الأصل فوق منطقة التطعيم بحوالي 10 سنتيمتر، ويربط النمو الجديد الخارج من الطعم إلى دعامة ويوالى بالري والتسميد، ثم تقلع الشتلة ملش في الشتاء التالي وتزرع في الأرض المستديمة إذا كانت قوية وذات مواصفات جيدة، أو تترك للنمو في المشتل لموسم آخر إذا كانت ضعيفة النمو. التطعيم بالقلم
يجرى أثناء سكون العصارة في المزرعة أو منضدي بعيدا عنها، وفيه تجهز أقلام الطعوم بأطوال 25 سنتيمتر مخزنة من الخريف، وتبرى من أسفل برية قلم التطعيم اللصق، ويعمل بها لسان ويركب على الأصل مع بعضها بطريقة الصوت اللساني، ثم تربط منطقة التطعيم. وقد تستعمل لعملية القطع آلات خاصة يدوية أو كهربائية، ويجب المحافظة على رطوبة الطعوم والحرارة المحيطة بها، ثم تزرع على خطوط المشتل وتربى لمدة عام. تقليع الشتلات من المشتل: في شهري ديسمبر ويناير تقلع الشتلات بمجموع جذري كافي وتقلم تقليما مناسبا، وتروى بالجذور وتحفظ في خنادق في مكان مظلل رطب، أو تكون في ثلاجات على 5 درجات ورطوبة 80% لحين زراعتها. السرطانات: يمكن فصل السرطانات بجزء من التاج الكعب، وتعامل بمنظمات النمو، ويتم زراعتها لإنتاج أصول للتطعيم عليها، وكانت هذه الطريقة هي الشائعة لإكثار أصناف التفاح البلدي. الأصول الخضرية: أصول مالينج، مجموعة أصول تم انتخابها في محطة إيست بالينج في إنجلترا، وتكسر بالتركيض أو العقل الجذرية أو الساقية، منها EM26 أو EM9، أصول مقصرة جدا، وتبدأ الأشجار المطعومة عليها في الإزهار والإثمار المبكر عادة من السنة الأولى والثانية، ويصاب بالمن الصوفي الزغبي. ونظرا لإصابة السلالات السابقة بالمن الزغبي، فقد أمكن تهجينها مع الصنف المقاوم نورثرن سباي لإنتاج أصول مالينج ميرتون، تكون مقاومة لمن التفاح الزغبي وتصلح للظروف المصرية، ومنها MM106، أكثر الأصول استخداما في مصر مقاوما للمن الصوفي، وهو أصل نصف مقصر. الأشجار المطعوم عليها تصل من 60 لـ70% من حجم الأشجار العادية، ومنه سلالات خالية من أغلب الأمراض الفيروسية، وهي إملا 106. MM111 منشط أكثر من السابق من 70 لـ80% من حجم الأشجار القياسية، وهو أقل انتشارا من الأصل السابق في مصر. سلالات التفاح التجارية والبرية والكمثرى والسفرجل يمكن التطعيم عليها، وهي تستخدم في نطاق محدود، خاصة إذا كانت الموافقة بين الأصل والطعم غير تامة. الشروط التي يجب أن تتوفر في المشاتل: 1- يكون المشتل في موقع يسهل الوصول إليه من حيث الطرق والقرب من المزارع. 2- تربة المشتل ملائمة وجيدة الصرف والتهوية وخالية من الآفات والمركبات الضارة. 3- توفير الظروف المناسبة للنمو والخدمة: ري، حرارة مناسبة، تهوية، إضاءة. 4- توفر التجهيزات والأدوات والآلات الزراعية. 5- توفير عمال فنيون مدربون تحت إشراف متخصصين. ملاحظات عند اختيار موقع البستان: 1- ملائمة الجو، احتياجات البرودة لزراعة التفاح. 2- ملائمة الأصل مع التربة الموجودة بالمنطقة. 3- توفر الماء اللازم للنبات. 4- صلاحية الصنف المنزرع لرغبات المستهلك. 5- ملائمة الصنف للتداول والتعبئة. 6- قرب البستان من الطرق أو مناطق التسويق بقدر الإمكان إذا لم تتوفر أساليب التعبئة المناسبة. 7- مقاومة الأصول والأصناف المزروعة للآفات المنتشرة بالمنطقة. 8- توفير الملقحات المناسبة للصنف المنزرع. إنشاء البستان: 1- توفير أدوات البستان من عدد وأدوات وبدائل للمستهلكات من شبكات الري وبعض الأدوات، وتوفير الأسمدة والكيماويات اللازمة. 2- رسم خريطة البستان خريطة مساحية، ثم ترسم خريطة تفصيلية يوضح بها مصدر الري وشبكة الري والصرف والمباني اللازمة. 3- زراعة مصدات الرياح وإنشاء الطرق وشبكة الري والصرف. 4- تسوية أرض المزرعة كلما أمكن، أو تقسيمها لأجزاء أو أحواض قبل إنشاء شبكات الري والصرف والطرق، ثم تقام خطوط الري. 5- حفر الجور حسب مسافات ونظام الزراعة، وإضافة السماد المتحلل والتغطية بتربة الحفر، ثم زراعة الشتلات والترديم حولها جيدا. 6- توالى الشتلات بالري والتسميد، ويتم تظليلها لحمايتها من الحرارة أو الرياح أو البرودة إذا احتاج الأمر.
بعض الملاحظات عند زراعة وغرس الشتلات: 1- اختيار طريقة تكثيف الزراعة، مسافات الزراعة المناسبة. طريقة خفيفة: المسافات بين الأشجار من 5 لـ 7 متر، وعدد الأشجار من 80 إلى 160 شجرة لكل فدان. الطريقة المتوسطة: المسافات بين الأشجار أقل من 5 متر على أصول نصف مكسرة، 300 شجرة لكل فدان. الطريقة الكثيفة: المسافات بين الأشجار أقل من 2.5 متر، من 300 إلى 500 شجيرة لكل فدان. الطريقة شديدة الكثافة: يصل عدد الأشجار إلى 1000 شجيرة لكل فدان، وتكون الزراعة على مسافات 1 متر فقط، وتستخدم أصول شديدة التقصير. 2- نظام الغرز والملقحات: مستطيل، مربع، مثلث، خماسي، كنتوري. 3- الطرق والمباني ومصدات الرياح وشبكات الري والصرف. 4- تحفر الجور بحجم 40 × 40 × 40 سنتيمتر، ثم يوضع سماد بلدي متحلل ويغطى بتراب الحفرة، ثم تغطى الشتلة، ثم يكون الطعم فوق سطح الأرض والجذع أعلى من سطح التربة بحوالي 2 سنتيمتر، ثم تكرط الشتلة إلى ارتفاع من 60 إلى 80 سنتيمتر بمجرد الزراعة مباشرة، ويردم حولها بعناية وتروى ريا غزيرا فوق الغرز. 5- منطقة التطعيم أعلى من سطح التربة بأكثر من 10 سنتيمتر. 6- اتجاه الطعم في الاتجاه البحري اتجاه هبوب الرياح. الري: تروى الأشجار الصغيرة بالبواكي بعرض متر، وتتوسطها الأشجار، ويتم الري كل أسبوع في الصيف، وتصبح كل أسبوعين في الخريف. أما الأشجار التامة النمو فتعطى ري غزيرة في فبراير، ثم ري خفيفة عند التزهير حتى العقد، ثم تروى كل أسبوع حتى اكتمال حجم الثمار، فيصبح الري كل 2 إلى 3 أسابيع. وبعد الجمع يقلل الري ويمنع من أكتوبر ونوفمبر حتى فبراير التالي. أما في البساتين الحديثة فيستخدم الري بالرش أو التنقيط. التسميد: يضاف للفدان من 300 إلى 450 كيلوغرام سلفات نشادر أو ما يعادلها من الأزوت على دفعتين، الأولى في منتصف فبراير قبل التزهير، والثانية بعد تمام العقد أبريل ومايو، وتضاف الدفعة الثالثة بمعدل 100 كيلوغرام سلفات النشادر في يوليو وأغسطس لتشجيع تكوين البراعم الزهرية، ويضاف السوبر فوسفات بمعدل 150 كيلوغرام عند إضافة الأسمدة البلدية في الشتاء. سلفات البوتاسيوم تضاف مع الدفعة الأولى من السماد الأزوتي بمعدل 1 كيلوغرام للشجرة. تربية أشجار التفاح: يمكن تربية أشجار التفاح عند زراعتها على أصول منشطة أو في الزراعة الخفيفة بالطريقة المفتوحة الكأسية أو القائد الوسطي المعدل. أما في الزراعة على أصول مكسرة والزراعات الكثيفة فيجرى التربية بالطريقة المغزلية أو الهرم القزمي، كما تستخدم بعض الطرق محدودة الانتشار مثل الكوردون الرأسي أو المائل أو التربية الريشية أو حرف واي. التربية الكأسية: تتكون الشجرة من جذع قصير يخرج عليه 3 أفرع رئيسية فقط متقاربة مائلة للخارج، يخرج عليها أفرع فرعية يزال فقط المتزاحم منها، ويتم ذلك على الخطوات التالية: 1- يكرط الساق الرئيسي بعد الزراعة على ارتفاع من 60 إلى 80 سنتيمتر. 2- في السنة الثانية نختار من 3 إلى 6 أفرع جانبية تكرط على ارتفاع من 30 إلى 50 سنتيمتر. 3- في السنة الثالثة نختار على كل فرع من السابقين 2 إلى 3 أفرع تكسر من 30 إلى 40 سنتيمتر، وهكذا. لكن يعاب على هذه الطريقة كثافة النمو في وسط الشجرة بتقدم العمر. القائد الوسطي المحور: 1- تكسر الشتلة بعد الزراعة على ارتفاع 80 إلى 90 سنتيمتر. 2- تقلم في السنة الثانية الفروع الجانبية، يتبقى 4 ويترك العلوي منها لينمو لأعلى، أما السفلية فتكسر بطول 60 سنتيمتر وتثنى لأسفل وتتفرع في السنة التالية. 3- تكرط الشجرة من أعلى لتغيير الفرع القائم وتكسر النموات عليه، ويختار منها 3 إلى 4 تثنى لأسفل ويترك العلوي منها لينمو كقائد. 4- تختار أفرع جانبية لتكوين أزرع أفقية في منطقة القائد. الطريقة الكردونية: 1- تزرع الأشجار المطعومة على أصول مكسرة على بعد 1 إلى 2 متر من بعضها على طول أسلاك بمسافات 3 متر.
اتنين يربى الفرع الرئيسي حتى نهاية السلك العلوي 2 متر. 3 يخرج عموديا على مسافات متقاربة على هذا الساق، أفرع قصيرة تحمل دوابر وأفرع مثمرة. تقليم الإسمار يتم بغرض تنظيم الإنتاج للحصول على محصول وفير ذو جودة عالية، ويتم فيه تجديد الدوابر المثمرة الأكبر من 6 سنوات وقص الأفرع عمر سنة إلى 3/4 طولها، وتتم إزالة الأفرع المتشابكة والمتزاحمة والجافة والمصابة، ويتم فتح قلب الشجرة. التقليم الصيفي أثناء موسم النمو تزال الأفرع المتشابكة، وقد تزال قمم الأفرع الجديدة وكذلك السرطانات، ويعمل التقليم الصيفي على تحسين تلوين الثمار وتقليل التقليم الشتوي والحد من ارتفاع الأشجار، ويشجع تكوين الدوابر في بعض الأصناف، ويجرى غالبا في مايو بتطويش القمة النامية للأفرع لتشجيع تكوين دوابر على هذه الأفرع. معاملات كسر السكون والدفع للتزهير المبكر يمكن تبكير التزهير مما ينعكس على تبكير المحصول حتى ينضج في مايو بدلا من منتصف يونيو برش الأشجار باليوريا بتركيز 10% في النصف الثاني من نوفمبر، أو الرش بالدورميكس بتركيز 3% في منتصف ديسمبر، أو استايو يوريا بتركيز 1.5 إلى 2%، أو نترات البوتاسيوم 2%، وقد يخلط معهم الزيت المعدني بتركيز من 2 لـ 3% في ديسمبر، مما يبكر في التزهير حوالي أسبوعين. الخف عند زيادة الحمل يمكن خف الأزهار أو الثمار يدويا أو كيميائيا باستخدام NEA بتركيز 5 جزء في المليون في قمة التزهير، أو بتركيز 7.5 جزء في المليون عند بداية العقد، والأفضل أن يجرى الخف بعد تساقط يونيو حتى يكون قد تحدد نسبيا عدد الثمار المتبقية على الأشجار، ويعمل الخف على تنظيم الحمل في الأعوام التالية وتحسين جودة الثمار المتبقية على الأشجار، ويجرى الخف يدويا أو باستخدام 10 إلى 100 جزء في المليون NEA، وهو لا يجرى للأصناف المحلية حيث أنها لا تحتاج للخف. معاملات تلوين الثمار عند اكتمال نمو الثمار وبداية دخولها في مرحلة النضج يتم الرش بمحلول الإسريل الإيسيفون بتركيز 500 إلى 1000 جزء في المليون للإسراع من التلوين، ويجب الملاحظة من أن استخدام هذا المركب يؤدي للتساقط، لذا يبدأ الرش قبل الجمع بمدة 4 إلى 7 أيام، ويجب لتقليل التساقط إضافة NEA مع الإسريل بتركيز 10 جزء في المليون. أصناف التفاح العالمية أصناف التفاح العالمية ذات احتياجات برودة مرتفعة من 1000 إلى 2000 ساعة أقل من 7 درجة مئوية، لذلك لا تصلح للظروف المصرية مثل ديليشيوس وماكنتوش وجولدن ديليشيوس. أصناف التفاح التي تصلح زراعتها بمصر أصناف تفاح ذات احتياجات برودة منخفضة من 300 إلى 400 ساعة أقل من 7 درجة مئوية مثل دورست جولدن، وهو طفرة على جولدن ديليشيوس حسد بفلوريدا، يحتاج حوالي 300 ساعة برودة فقط، ويصل وزن الثمرة 100 جرام. لون الثمار صفراء تميل للإحمرار الخفيف مستديرة، ينضج في أوائل يونيو. أن هو هجين ريد هداسيا مع جولدن ديليشيوس احتياجاته من البرودة قليلة 300 إلى 350 ساعة، يظهر في أواخر مارس حيوية حبوب اللقاح من 70 إلى 80%، ويحتاج لملقح دورست جولدن، وتنضج الثمار في يونيو ويوليو. متوسط وزن الثمرة 120 إلى 150 جرام، ومتوسط محصول الشجرة من 40 إلى 50 كيلو جرام. الثمار الخضراء مصفرة تميل للإحمرار، عليها خطوط محمرة، وهو الأكثر انتشارا الآن بمصر، ينضج في أوائل يونيو. نضج المحصول
عند اكتمال نمو الثمار يتحول جزء كبير من محتواها النشوي إلى سكريات زائبة، كما يتحول بروتوبكتين إلى بكتين زائب في أعناق الثمار مما يؤدي إلى تساقطها، وقد يحدث هذا قبل النضج كما في تفاح ماكنتوش، بينما نجد أن معدل التحول في الصنف ديليشيوس يكون أقل، فيمكن للثمار أن تبقى على الأشجار حتى النضج فتأخذ طعمها الجيد. دلائل جمع المحصول: 1- تغير اللون الأساسي واقترابه من اللون النهائي وزيادة ليونة الثمار وسهولة فصل الثمار من الأشجار. 2- حساب عمر الثمار من وقت التزهير الكامل يختلف حسب الصنف والظروف البيئية. 3- زيادة نسبة المواد الصلبة الذائبة. 4- اختفاء النشا وزيادة السكريات. 5- انخفاض نسبة الحموضة. وفيما يلي أفلام توضح جمع المحصول وتعبئته وتداوله.